مشاهدينا الكرام، تعاونت كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة مع وزارة المواصلات والاتصالات لتقديم عدد من الندوات الإلكترونية ضمن سلسلة ندوات برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية بالوزارة، حيث ناقشت الندوات نقاط متعددة حول الأبحاث المتعلقة بجائحة فيروس كورونا كوفيد 19 وتطبيقاتها. نعم مشاهدي الكرام، الحديث عن هذا الموضوع يسعدنا التواصل عبر سكايب مع الدكتور محمد عبدالله، أستاذ مشارك في تكنولوجيا المعلومات والحوسبة في كلية العلوم والهندسة. يعني بداية دكتور، يعني كما شاهدت الحلقة معنا، نتكلم دائما وأبدا عن التطوير وعن الاهتمام وعن دعم المواطن ودعم المقيم للتصدي أيضا للردات أو للأمور النفسية ولكي نتعدى هذه الجائحة بسلام. ماذا قدم حتى الآن من تطوير ومن برامج لمثل هذه الجائحة من قبلكم؟ نعم، السلام عليكم. في البداية أحب أشكركم على استضافتي في هذا البرنامج. فزي ما تفضلتم، احنا في كلية العلوم والهندسة جامعة حمد بن خليفة قمنا بإعداد بعض الندوات الإلكترونية بناء على طلب من وزارة المواصلات لتقديم بعض التكنولوجيا الحديثة اللي ممكن تستخدم في جائحة كوفيد 19. فالندوات دي كانت حوالي 15 ندوة إلكترونية، وكان معادها تم تغطيتها من 15 يونيو إلى 2 يوليو، وشملت مواضيع كتيرة بنشتغل فيها حاليا في كلية. تشمل بالنسبة مثلا للمدن الذكية، تكلمنا عن تكنولوجيا المدن الذكية وكيفية مثلا بعد جائحة كوفيد 19. وجدنا أن في كثير من الأماكن تم إغلاقها، وأصبح تبادل البيانات ما بين قطاعات كثيرة في الدولة أصبح شيء غير سهل. فمع المدن الذكية وفي تكنولوجيات دلوقتي بتشتغل عليها الكلية بحيث أنها تسهل تبادل البيانات بطريقة آمنة وسريعة بين مختلف القطاعات. تكلمنا برضو عن في الندوات دي عن تكنولوجيا التعليم عن بعد، ووضحنا ان دي هتبقى موضوع اساسي جدا، وادينا يعني كما نلحظ ان في الفتره القادمه معظم الجامعات والمدارس التعليم عن بعد هيبقى جزء اساسي. فتكلمنا عن وجود انشاء منصات رقميه تسمح بالتعليم عن بعد وبالذات لذوي الاحتياجات الخاصه واطفال التوحد، لان يعني ده شيء اساسي وجزء اساسي ركز عليه دوله قطر، ان هو ازاي نوفر تعليم لذوي الاحتياجات الخاصه. اتكلمنا برضو عن في الندوات دي ازاي نستخدم عندنا ابحاث كثيره متعلقه بالالكترونيات والروبوتات للانسان الالي وكيفيه استخدام هذه التكنولوجيا. طيب، في ان احنا ممكن نستفيد من اكيد هذا الحديث عن كل هذه المواضيع والنقاط والمخرجات اللي ذكرتها استاذي، هل هو للحديث ولا هناك نقاط سوف يتم اعتمادها في المستقبل القريب بإذن الله؟ وما هي أهم هذه النقاط التي سوف يتم البدء في تنفيذها؟ نعم، احنا يعني بالنسبة لل في جامعة في كلية علوم الهندسة بدأنا في بعض يعني في بعض المشاريع اللي تم فعلا بالاشتراك مع وزارة المواصلات والاتصالات وكمان بدعم من صندوق قطر لرعاية البحث العلمي. في بعض المشاريع بدأت فعلا، مثلا زي تنفيذ سلاسل البيانات بصورة آمنة. في برضه بعض الحاجات بالنسبة للصحة المعلوماتية، كيفية الاستفادة من المعلومات اللي بنتلقاها من المرضى، في ان احنا نستخدم الذكاء الاصطناعي في حيث ان احنا ممكن نستفيد ان احنا مثلا نعرف اعراض الكورونا للشخص بطريقه سريعه، ويمكن نقلها عن طريق طرق زي الاستشعار عن بعد والالكترونيات متناثره الصغر لوزاره الصحه، ويكون المريض ده مثلا متواجد في منزله. في برضه بعض مثلا المشاريع، مثلا بدانا في مشروع ان ممكن نبني انسان آلي يقوم بتعقيم اماكن، يعني في بعض مثلا لو حدث مثلا لا قدر الله ان تم اكتشاف حاله كورونا مثلا في مكان مغلق او في مكان عمل او في مول، فلازم يحصل حاله تعقيم للمكان. فالحال في الوقت الحالي بنحاول نبني انسان آلي يتم التحكم فيه عن بعد، بحيث ان الانسان الآلي ده ممكن يدخل لهذا المكان المغلق وعن طريق استخدام تكنولوجيا زي الاشعاعات فوق البنفسجيه
وكمان تكنولوجيا للتعقيم، ممكن الإنسان الآلي ده يقوم بتعقيم المكان داخليا ممتاز. بدون أي تدخل بشري. جميل. دكتور محمد، أنت تكلمت عن المشاريع، دعني يعني أدخل يعني بشكل أعمق، يعني هل أنتم في الجامعة مثلا قمتم بإرشاد الطلبة، أو هل هناك عدد كبير من الطلبة من جعل مشاريعه البحثية تتحدث عن نفس هذه المشكلة وتقديم حلول عملية منطقية للشركات أيضا الأفراد من برامج وغيرها؟ نعم، ده سؤال ممتاز جدا. واحنا اول ما حدث جائحة كورونا تم على طول تحديد بعض المشاريع المهمة جدا اللي حاليا بنشتغل نعمل عليها مع طلابنا الباحثين في كيفية ان احنا نستخدمها في حل مشكلة جائحة كورونا. فكما تعلم الكلية فيها تخصصات زي الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني والصحة المعلوماتية، فتم تحديد حوالي اكثر من 4 أو 5 مشاريع، وكمان بعض هذه المشاريع تم دعمها من صندوق القطر لرعاية البحث العلمي في مجالات الذكاء الاصطناعي. يعني مثلا في مشروع مثلا في الذكاء الاصطناعي ان انت ممكن تستخدم تطبيق معين، يعني في بعض التطبيقات تم تنفيذها مثلا زي تطبيق مثلا اسراء. تطبيق اسراء ده موجود حاليا، ممكن تنزله على التليفون المحمول. هو بيستخدم الذكاء الاصطناعي في تحديد الصحة النفسية للطفل، يعني وكما وجدنا ان الاطفال دلوقتي معظمهم قاعدين في البيت ما بي فده ممكن يأثر على نفسيتهم. فالطفل عن طريق رسوماته، ممكن الطفل باستخدام هذا التطبيق وعن طريق رسوماته واستخدام الذكاء الاصطناعي نقدر نحدد الصحة النفسية للطفل. نعم دكتور، بحيث نقدر نعم نعم للأسف الوقت داهمنا ولا يزيد لدينا مزيد من الوقت لأخذ هذه المعلومات. أعطيكم العافية على هذه الأبحاث والندوات والتعاون المشترك بينكم. الدكتور محمد عبد الله أستاذ مشارك في تكنولوجيا المعلومات والحوسبة في كلية العلوم والهندسة، شكرا جزيلا لكم على هذه الجهود المبذولة. شكرا 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 استضافتي. شكرا عفوا، واجبنا الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، أيضا نواصل في